الرئيسية الجزائرية التي تتكرر في حياة وزارتنا. بناء على قرار من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، أتشرف اليوم بتنصيب السفير عمار بلاني، زميلنا عمار بلاني، كأمين عام لوزارة الشؤون الخارجية خلفا للزميل السفير شكيب قايد الذي تولى هذه المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين ونصف. فهنيئا للأمين العام السابق على استكمال مهمته وعلى المهام الجديدة التي أنيطت به، وهنيئا كذلك للأمين العام الجديد. ونحن كلنا أمل في أنه سيوظف طاقته المعهودة والتزامه وتفانيه في العمل، وبطبيعة الحال كفاءته العالية المعترف له بها من طرف الجميع في خدمة الدبلوماسية الجزائرية على هذا المستوى. بطبيعة الحال سيواصل السفير بلاني أداء مسؤولية المبعوث الخاص المكلف بالصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي إلى أن يعين له خلف في هذا المنصب. afin de faire en sorte que tous ensemble nous puissions إن شاء الله نمشي في الطريق هذه. ربي يعطينا سدد خطانا إن شاء الله ويعطينا التوفيق إن شاء الله في الصحة والعمل جاهدين كل مع بعض كطقم يعني.